انا قلت ايه؟ انا قلت عايزه صاصه لوحده كده بطوله، هي اصلها مش حفله وزيتها وزمبلطه وهنبعت نجيب جاتوه. يلا قومي يا مالي، خدي الواد حماده وخشوا على جوه. هو انتوا مستقصديننا ليه؟ شايفيننا حفق مثلا؟ كل شويه ما حد فيكم يشوف خلقتنا يقول لنا خشوا جوه. على فكره احنا فينا دماغ وبنعرف نفكر. ومش تفكير عادي ولا اي تفكير، انتوا لو سمعتونا هتلاقوا الحل عندنا. حل؟ حل ايه يا مبعوث؟ حل ايتك حل واسطه. على العموم انتوا الخسرانين. الناس خيبتها السبت والحد، وانت يا حبيبي خيبتك ما وردت على حد، خيبت املي فيك. هو انا عملت حاجه حرام؟ جادلني او جادلني، ما انت اصلك سوفسطائي، انت مش حاسس انك عامل عامله سودا؟ وبعدين حرام وحلال ايه؟ هو انت ليه داخل لي من باب الحرام والحلال؟ لا يا حبيبي، خش لي من باب الفهلوه. وجاوبني على اول سؤال، بتحبها؟ طبعا لا، كنت متاكده هتحبها على ايه الوليه الناشفه الحاشفه دي اللي قد امك. انت واد مش كنت مقنتم لي كده مع البت سلمى اللي قاعده لي طول النهار في الفصل فاتحه لي البث المباشر معاك؟ انت فكرك ان خالتك هبله ولا مختوم على قفاها؟ ده انا عارفه كل حاجه. ذنبها ايه بقى البت العيله الصغيره دي كسر قلبها في ريعان شبابها؟ انا ما وعدتهاش بحاجه، وبعدين مش لازم اتجوز واحده بحبها يعني. حب واحدة واتجوز واحدة تانية قد امك عشان تصرف عليك. وايه المشكلة؟ يا بجحتك يا اخي، انت مش حاسس خالص انك عامل عاملة سودة زي وشك؟ جرى ايه يا صاصة؟ في ايه؟ انت مش كنت لسه من شوية بتكلمني بالدين والحلال والحرام؟ هو ربنا قال ان الست هي اللي تصرف على الراجل؟ هي دي الرجولة؟ يعني تبقى شحط كده وتخرج معاها تفضل مستنية تفتح البوك عشان تحاسب، ولا تروح لها كل يوم الصبح تقول لها اديني المصروف عشان اروح الجامعة؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ بعدين تعالى هنا، انت مش وراك سنه بحالها جيش بعد ما تتخرج، ولا هي الوطنيه مش في الحسبان؟ يا صاصة يا حبيبي، ايه يا صاصة؟ ده انت امك وابوك تعبوا في تربيتك وطفحوا الكوتة عشان يربوك على الصح والغلط والحلال والحرام واللي ينفع واللي ما ينفعش. هنسيب كل ده ونجري ورا الفلوس؟ طب ما انت كمان بتجري ورا الفلوس يا صدفة. انا بجري ورا الفلوس يا صاصة؟ تك قوى يقويك، امتى حصل ده؟ طول عمرك يا صدفة مادية. وبعدين تعالي هنا، هو انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ وليه رفضتي كريم ابن عمتي؟ عشان ابن عمتك دمه تقيل ويلطش وما بطقوش وما بحبوش. فتحبي طارق فجأة كده بين يوم وليلة، ولا عشان لقيتيه مقرش والكلام بيحكي في ملايين بينه وبين عمه؟ لا مش عشان مقرش، انا حبيته بجد. حبيته بحقه وحقيقي، هو اللي خلاني احبه. اصل الواد يا صاصة كان بيهتم بيا اوفر، كان بيهتم بكل تفاصيلي. بعدين بقى طلع كان بيمثل عليا، وانا كنت اعرف منين انه بيمثل عليا؟ كنت بشم على ظهر ايدي ولا بشم على ظهر ايدي؟ او اللي حصل بقى اللي حصل لي واللي جرالي، ما هو نبرك وقرك ده هو اللي بوظ الجوازه. ما الحسد يعمل اكتر من كده، دي العين فلقت الحجر. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.